انا عليا الاختيار ان انا ما اقولش غير ان انا بين ايديك وعايزه اعمل ارادتك. اهلا وسهلا بيكم في برنامج لقاء على الهواء. موضوع البرنامج النهارده زي ما كلكم عارفين عن مواهب الروح القدس. Gifts of the Spirit are beautiful and they're available for every believer. هنتكلم يعني ايه قصد ربنا للجواز. الزواج فكره الهيه واللي ينجح الزواج هي افكار الله. النهارده الحلقه هتكون عن الانتصار على الشر والارواح الشريره. الشيطان لا نستهين بيه ان هو كلام فاضي وخزعبلات ولا نديله اكبر من حجمه. هنشوف يعني ايه المحبه العمليه. And all we're doing as believers in Jesus is trying to be like him and doing what he has done. النهارده الله عايز يحرر وعايز يفك قيود. اغلب الناس بيستخدموا السحر ليه؟ الناس في ورطه، الناس في مشكله، الناس في ازمه، عاوزين الحلول. عايزين نتكلم عن مفتاح مهم جدا، مفتاح الصلاه لأجل زوجها. ما ينفعش وأنا بصلي لجوزي أكون أنا اللي مثلا واخدة مركز القيادة أو السيادة في البيت. أنا خاضعة كما للرب. مش ممكن أقول يا رب خلي جوزي يتقي الله وأنا مش بتقي الله. يعني إيه نصلي له؟ يعني إيه كلمة صلاة؟ الصلاة جاية من كلمة صلة أو علاقة. الصلاة هي ديالوج مش مونولوج. أنا بحكي مع ربنا وربنا بيحكي معايا. بنتشكل علشان نتملي علشان نفيد، وكل واحد فينا مر بحياة التشكيل. التشكيل الإلهي قيام الفخار الأعظم، الله بإعادة صياغة الآنية لكي ما يخرج منها تحفته الرائعة. النهاردة هنعرف إزاي نتغير. هنتغير لما يكون في علاقة حميمة بيننا وبينه. علاقتنا مع الآب دي علاقة شخصية، ما هيش ببلاش. الرب يسوع دفع الثمن بتاعها علشان خاطر أنا أقدر أكون في العلاقة دي. إن الله بيسمع الصلاة، سامع صوتك وعارف صوتك. الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع فعلا من القلب للقلب، الرجل حسب قلب الله. رأيي إن الرجل اللي حسب قلب الله لازم يدي فرصة لمراته إن هي تنطلق في الخدمة. لما هيبقى رأس المسيح هتصرف زي ما المسيح عايزني أتصرف. لا حدود لعطاء المرأة اللي شبعانة بالحب. وزي ما اختارني يختارك ويختارك ويعمل بيكي ويعمل بيك أعمال عظيمة جدا، ونكون سبب إننا نفتن المسكونة.